هتلعبي بمين؟ ميسي. برشلونة يعني؟ بقولك ميسي. برشلونة ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. حاضر. وانت هتلعب بايه؟ انا جبت الليفر عشان محمد صلاح. خلاص راحت عليه. يا عالزمن، معدش غير ام صرم وتتكلم على صلاح. انا بصرم يا راجل يا كولمان. ثواني اعمل خطة. ما تخلص يا ابني بقالك ساعة. امال لو بعرف العب بقى. لازم اعمل احتياطاتي، انت لسه مبتدئة وممكن يبقى معاك حظ مبتدئين. طب قولي العب ازاي. هتبصي بالاكس والمربع بيشوط والدايرة بترفع والمثلث بيدي سرو. امال فين اللي بيجيب اجوان؟ ما تفصلينيش بقى عشان نلعب بعد اذنك. طب ابدأ. شايف ميسي حبيب الملايين؟ ادخل يا غال ادخل. خد ايه الهبل ده؟ هو ده جون؟ العب العب. بدأنا حظ المبتدئين، كنت عارف والله. انا مش شايفاك يعني، انت فين؟ هو انت بتسوب الدراع ولا ايه؟ الله. ما تبطلي بقى تعيدي في الاجوان والتك ستار. بص المهاره والحلاوه، رجلي مرزبه. هو انت مسميه ده لعب؟ ما تورينا انت يا ابو صلاح. اتفرجي بقى عليا الشوط التاني. انا بقى عايز اشوف حلاوتك. جون ايه؟ جون ايه؟ هظبط الخط. تظبط ايه؟ روح امك والهجمه. طب العبي. والقران لا تجيب جون في نفسك. ايه؟ لا مش هيحصل، اللي بعملها فيا. وحياه كتاب الله ما هلعب غير لما تجيب الجون. خلاص انت هتعيطي. انا برضو اللي هعيط يا ابو 2-0. حوار عدم وجود منافس ده مسبب للواحد مشاكل. انت بتعرف تلعبي؟ على فكره لعب من الدراع. انت بتتحجج وخلاص. بتحجج فين؟ خد العبي بنتي. هو متجبس ولا ايه؟ لازم اركز عشان اعوض. انت كده يعني بقيت مركز لما طلعت قدام؟ العبي بقى وانت ساكت. بتصدق بتشوري تركيز؟ ايه الخطه دي؟ العيال شفراتها وقعت خالص. اقعد كده لولي وزي النسوان. الله يسعد دينك. 3-1 وفرحان. الجون ده بالاجوان كلها. حظك ان الدراع كان بايظ، العيب كان من الدراع. طب العب العب. اتفرجي بس على الجون. الجون ده حلاوة الدراع. والله العظيم ماشية معاكي كوسة. ياه في العارضة. عارضة مين؟ ده بعيد عن الجون ب4000 متر. تلعبي تاني؟ هاتولي على الطاولة بلاش عيال. تعلم انت بس وتعالى لعبني.